صفة التيمم. ما هو التيمم؟ التيمم أنوي بقلبي. أقول بسم الله. ثم أضرب بباطن كفي على الأرض على الصخر على التراب على الحصى. ثم أمسح الوجه. ثم أمسح ظاهر الكف اليمنى. ثم ظاهر الكف اليسرى. وأستطيع أخرج بهذا أصلي. متى أصنع هذا التيمم؟ إذا لم أجد الماء، لا يوجد ماء. أو مرض. يعني لا يستطيع أن يمس الماء لمرض. أو برد شديد. إذا خاف مع البرد الشديد أنه إذا توضأ يمرض يتيمم. مرة أخرى ينوي بقلبي. بسم الله. ضربة واحدة. يمسح الوجه. ظاهر اليمنى. ظاهر اليسرى. نعم.